رح نحكي عن العلاقات الزوجية، بيختلف هذا المفهوم من شخص إلى آخر. بعض الأشخاص بيقولوا نحن ارتبطنا عن حب، أو بالعلاقة الزوجية أهم شيء يكون التفاهم والاحترام والتوافق العقلي، وأكيد تجارب الزواج هي بتختلف من شخص لآخر. رح نحكي أكثر عن تفاصيل العلاقات الزوجية الصحيحة أو المتينة الاستشارية الأسرية. هبة عرنوس، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير هبه. يعني ضغوطات كثيره بالحياه، ظروف اقتصاديه صعبه، شتاء قاسي، اولاد عم يعزبوا، عطل طويله، هون عم تودي بالحياه الزوجيه الى الانهيار. خلينا نحكي بالبدايه كيف نحن فينا نكون ريلاكس، بعدين ننتقل كيف نبني حياه زوجيه صحيحه. كيف فينا نحن نكون ببيتنا متوازنين، يعني نقول ماشي الحال، الظروف نقدر شوي هيك، يعني هي كثير صعبه على الكل، ولكن مشان الاولاد يعني هيك يخفف. اكيد تماما. هلا بدايه انا اذا بدي احدد شو هو الهدف الاساسي من زواج او انجاب الاطفال او هي الحياه القائمه، هل هي الهدف منا الفستان الابيض؟ هل هو الهدف منا جيب اولاد؟ اذا حددت من البدايه انا شو هدفي من الزواج، هذا الشيء اللي بيخليني اعرف انه انا ضمن هدفي اللي عم بسعى له، انا بعرف كون كيف ريلاكس وكيف كون انا متوازنه حتى انفعاليا. اما اذا كان الهدف بس اني انا اتصور وشوف الخاتم بايدي ولا انه حاطه حالي، هي اي شيء عم عيشه ضمن الحياه الزوجيه اذا كان هو حاله مؤقته، لمجرد ما تحقق هذا المؤقت، الهدف المؤقت، فهو بالتالي نحن حنكون من بعدها انه يا الله خلص مليت، يا الله انه بعدين، يعني شو ما بده يصير شيء ثاني، ما في اكشن بحياتنا، ولو حتى متزوجه اني انا بس بدي اصير ام، اوف هيك طلعت الامومه، ما عاد عجبتني القصه رجعوني. او اللي تزوج حتى على اساس بيقول لك بدي استقر، وبيقوم بحلاله روحة رفقاته ولعب الشده وبحلاله القصص تبع الطلعه والفوته، فبتلاقيه هو بعد ما تزوج انه بده يعيش حياه العزابيه، صار بده يعيش حياه انه خلص امن على اساس انه هو حينجب ويبلش يعيش حياه العزوبيه. اذا مو محددين من الاساس ايه بدي اتزوج، شو الهدف الاساسي من الزواج، فنصيحه لا ترتبطوا ولا تبدوا بهي المؤسسه من اساسها. قبل ما تعرف شو هي حقوقك وواجباتك، عرف ليه بدي اتزوج وليه بدي ارتبط، من زن الاهل، لانه اهلي بدهم يفرحوا فيني، لانه انا لازم كل رفقاتي يتزوجوا ولازم انا بقى اتزوج واحضر ويصير لي انا حفله. اذا كان هذا هو الهدف، فلمجرد ما تحقق من بعدها حتبدا الشخص نفسه يشعر هون الكوارث تماما، ما عاد في يوم ريلاكس، ولا عاد في يوم فيه راحه، ولا عاد في يوم فيه استرخاء، لانه ببساطه هو انسحب منه اي شعور بالاستقلاليه واي شعور بانه انا في شيء عم بسعى له، ما في شيء تحفيز لاسعى له. يا الله شو الحياه الزوجيه ممله، هلا هيك انا اللي كنت عم بركض مشانه، هلا كل المتزوجين هيك، بس مو هيك كنت عم شوف بالدراما، مو هيك اللي كنت عم شوفه. وين الحب؟ راح الحب تماما. وين الحب؟ وين على اساس نهدي بعضنا اغاني ونعيش حياه رومانسيه؟ واذا بتكتشف بعد الزواج انه يعني اكبر كم للموضوع الرومانسيه انه يكون بيتها مرتب، جلياته خالصين، مأمنين الخبزات الغاز وخالص، وبتجلب مي مسقعه مشان تروح المي السخنه على اولادها. يعني هبه بنقول يعني اذا دخل الزواج من الباب هرب الحب من الشباك؟ يعني اكيد لا، اكيد لكن. لا، ولكن بدي حدد تماما انه انا متزوجه لحتى يصير في عندنا موضوع استقرار، انا متزوجه لحتى ابني اسره ناجحه. شايفه هذا الهدف؟ اذا بس مجرد ما حطيتيه ببالك انه انا متزوجه لحتى ابني حياه سعيده، لحتى اكون انا سعيده، ولست انا عايشه ببيتي لحتى انا، في كثير نساء عايشين بحياتهم الزوجيه، انا ما بترك مشان اولادي، ارجوك اتركي امن لاولادك من هي الحياه وهي النفسيه. انا مع هي النظريه تماما، تربي فيها اولادك وتحمليهم امراض نفسيه وتحمليهم عقد وتحمليهم يعني نظره سلبيه للزواج من خلال تجربه فاشله. ما بتحكم على كل شيء 100% انه الحياه الزوجيه، ولكن اني انا اعيش كرمال اولادي، كرمال اولادي انا مضطره اتحمل وعيش ضمن هذا الضغط اللي انا منه عم بعطيهم. على فكره يعني الحياه اللي عم تنعطى لإلهم حياه سم، انا ما عم شجع على الانفصال، ولكن من البدايه هي احسن الاختيار، ومن البدايه اعرف ليه بدي اتزوج تماما. مو الموضوع فقط قائم على موضوع الحب
ولا موضوع العقل فقط مجرد، احيانا بوصله القلب اقوى من بوصله العقل. يعني القلب ممكن يرشدك لشيء معين يحسسك انه ايه روحي او لا تروحي، اعملي او لا تعملي، فوتي بهي الخطوه او لا تفوتي. فانا كثير مهم اسمع على الصوتين مع بعض. وما بيعني الحب هو الاغاني، لا يعني الحب هو الكلام الرومانسي. وجعلنا بينكم موده ورحمه، على فكره بالقران موجود كلمه حب. الموده والرحمه هي الالفه، لهيك بنشوف زوجين ما بيكون انماطهم ولا طباعهم متطابقه، انه انت يا الله شو جابرك تعيش معها كل هالعمر طالما مو عاجبتك باكلها ولا عاجبتك بفائتها ولا بنومتها ولا بلبسها ولا طلعتها ولا فوتتها ولا بحكيها ولا بعدتها، بس بقول لك بس انا بحبها. متآلف مع التناقض والضد اللي معه، هي الالفه اللي احنا عم نسعى لها تكون موجوده بالحياه الزوجيه. هبه، بلشت حديثي انا من شوي عم نحكي على الحياه الصعبه، بيقولوا لك نحن كثير متفاهمين بس في ظروف شاءت انه نحن تنهار هي الحياه الزوجيه، اللي هي عوامل كثيره، منها البيئه الماديه، منها بيت اللحمه، منها يمكن الاصدقاء، يمكن جيران، فكثير في عوامل هي بتيجي بتنغص هي الحياة وبتبلش المشاكل تكبر وتكبر. اليوم نحن بالظرف، خلينا نركز على الوضع المعيشي الصعب، نحن عايشين حياة مثالية، حياة كتير مهمة، ولكن صار في وضع بالبلد والوضع على كل الناس. تماماً. نحن كيف فينا ما نضل عم نتفشش ببعض؟ كيف فينا ما نضل عم ننتر ببعض؟ كيف فينا انه نحن نكون شوي ريلاكس؟ تماماً. الوعي مهم جدا ضمن الحياة الزوجية. شو بقصد بكلمة الوعي؟ مو ابقى حاطة كتب وعم بسمع طول الوقت محاضرات. الوعي لما بدي اجي اعرف انا، ما بيكفي انه مجرد ما نام ابني اجي انا طبطب عليه وقول له يا عمري انا اليوم ضربتك وانا كثير اليوم قسيت عليك وحقك علي، هذا ما بيفيد. لانه انا بدي اعرف انه انت لما عم تأذي طفلك او عم تتفششي بزوجك فهو مو على الغلط اللي سواه، انما مع كمية انت الكبت اللي موجود عندك. كمية الكبت طلعت على هذا الشخص اللي انت معتبرتيه اما هو بعوائلك او اما انت الاقوى منه. هذا الشيء هو بخلخل كثير 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 لحياه الزوجيه. بدي اياكي تعرفي لحظه قبل ما انت ترفعي صوتك على زوجك وقبل ما انت تتفششي بابنك، هل مشكلتك حتنحل؟ هل موضوع حتقولي لي بس انا بحس حالي ارتحت هيك مفش قلبي؟ طب يا ريت قبل ما انت تفوتي وتفشي قلبك روحي على الغرفه قولي انا هلا قايمه مثلا بدي اعمل له عقوبه ولا بدي اعمل له شيء شغله لابني او لزوجي او انا حقول له انا ما عاد اقدر اعيش معك، روحي عادي بالغرفه بس 10 دقائق، ما حاطلب منك غير تعدي بغرفتك 10 دقائق. لانه كثير رسائل انكتبت على الواتس ونمحت، وكثير كلمات كانت مكتوبه ونمسحت وبعدين انقالت الحمد لله اللي ما بعدتها، وقالت ثاني يوم الحمد لله اللي ما قلت له هيك وقلت له هيك شو كان صار. فكثير كلمات محذوفه وكلمات مكتوبه يمكن بالحبر السري بين الاحرف، هي بحاجه كانت تنقال بس ما انقالت وانضبطت. انا ما اقول كبتوا، انا عم اقول اضبطوا. موضوع الضبط لما انا بقول وبقرر اني اجل حالتي الانفعاليه تبع الغضب تبعي، اللي نحن بحكم ظروفنا يوميا نحن بحاله شحن انفعالي، يوميا بحاله انا اذا ما في مواصلات بشحن انفعالي، انا ما امنت اليوم الاساسيات تبع البيت اللي هي عليها كل احتياجاتنا اليوميه، انا بكون عم عيش بضغط. هذا الشيء اذا انا بدي اعرف تماما هذا الضغط اللي انا عم عيشه، هل انا اذا رحت وتفششت حتنحل؟ لا، فمعناته بحاجه اضبط هذا الانفعال باني ابقى لحالي. ونحن بوقت صرنا بحاجه المراه حتى اكثر من الرجل تقول خلوني شوي اول ما اوصل من البيت. كانت بالاول الام اول ما توصل من البيت ما عندها مشكله يجموا عليها اولادها ويا ماما وكذا وايه وتسمع حديث، هي اول ما تسمع صارت كلمتين تقول لهم خلص ضوشت راسي لسه هلا فاتت على البيت، تقول لهم ضوشت راسي. فالفكره شو؟ انه انا بحاجه تفهموا اولادي اني انا اول ما افوت على البيت وانا لما اكون ضايجه شوفوني قاعده شوي لحالي بالغرفه اتركوني انا شوي حاهدى واطلع، احسن ما تعيشي بدوامه التانيب الضمير اللي صدقيني حتضلي عايشه فيها يوميا هي العجله يوميا 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 وما حتصيري ولا تطلعي منها الا بجلد ذات اقوى واكثر. فنحن هون نصيحتنا للمراه رقم واحد هي كونها الاكثر تحملا بعتقد انا بالحياه الزوجيه والاكثر نضجا على قيادتها، يعني هذا راي شخصي عشان ما هو يعمم. كونها هي الاكثر نضجا هي بتعرف كيف تقود الحياه الزوجيه وبتعرف تضبط انفعالاتها داخلها وبتعرف كيف تاجل انفعالها شوي. طيب.
طيب هبه، ببدايه الحديث كنت عم تقولي او عم تنصحي الفتيات ما تتزوجوا لتعرفوا ليش بدكم تتزوجوا. كثير بنشوف على السوشيال ميديا البنات عن جد بحاله ضياع، تلاقي وحده نشرت بجروبات انه صار بيني وبين هذا الشخص هيك، شو رايكم؟ استشارات انت بتقري بتقولي اوف نحن لهون صلين، يعني ما نقدراني تاخذ ولا اي قرار، فكيف بدك اياها تاخذ قرار بالزواج؟ هون كيف يعني كيف بدها تتعامل يعني البنت، او كيف بدها هي عن جد تعرف كيف بدها، كيف بدها تعرف هذا الشخص اللي قدامها اذا هو مناسب لها للزواج ولا لا؟ تماما تماما، سؤال كثير ذكي وحلو. الفكره باني اعرف الشخص اللي قدامي، لا تشوفي بالحالات الرواء. انا دائما بنصحهم قبل الزواج انا بقول استفزيه وعصبي، استفزيه وخليه يغضب. لما بتشوفيه غضب هو سيطرته على الوعي كلياتها بلشت تنزل، فاللاوعي اللي حيعيش معاكي، اللاوعي هو اللي عنده باطنه تقولي ولي انا ما كتبته هيك، انا اول مره عم بتعرف عليه، انا ما كنت متخيلته لهالدرجه هيك انسان، انا كان عم بيورجيني الوش الحلو بالخطبه، كان بيورجيني الوش يا الله وين الورد وين الاغاني وين المدري شو. انت بحاجه انك تخليه يغضب لحتى تشوفي الوش الثاني تبعه. نحن ما بيكفي انك تشوفيه بحاله الرواء، بدي اياك تشوفيه بحاله الانفعال العاليه لحتى تشوفيه. بحاله الانفعال العاليه هو بيسكر موبايله وما بقى يصير بده يحكي معي، ولا هو بيستمتع بفصلك كل ما دقيتي، ولما بعدين بيرد عليكي بيقول لك معلش انا مشان تتعذبي مشان تعرفي بقيمتي. هذا الشخص معناته انت لوين فايته؟ وعم ربيكي عم بعطيكي درس. تمام، عم بعطيكي درس خليكي تعرفي لما تقول لك تردي. بتصيري انت عايشه بحاله تجند انه انا هذا اذا دق ولي اذا ما رديت هلا عندي عقوبه شي اسبوع زمان، بده يصير يفصلني، يطلع ما يخبرني، يروح لمكانه ما اعرف وينه، ويتركني ضمن خيالاتي وضمن شكوكي. فهذا شخص عم يعيش معك دور الابتزاز العاطفي، هذا شخص عم يشحن حاله من ضعفك، هذا شخص عم يعيش معاكي لحتى يوصل لدرجه انه انا ممكن اقوى لما اشوفك انت بحاجتي. فانت هون بدك تعملي كنترول لقلبك وتتحكمي وتضربي فرام. ودائما نقاط الضعف يمكن ما لازم نظهرها لمين ما كان، بحس نقطة ضعفك هي خاصة فيك، لا اختك لا اختك ولا زوجك ولا حدا ابدا. هيبا خلينا ننتقل الى الابناء. اليوم عم نشوف يمكن هيك مرق مرور الكرام انه انت بقلبك ضميرك بس يناموا انه اليوم اسفه ضربتك، ولكن الام دائما او الاهل بشكل عام ما عم يقدروا يحققوا متطلبات الابناء، من موبايلات جديده، من لبس جديد، من كثير حتى مشتريات يمكن من التشيبسات وهيك، بيحقق او توازن مع باقي اصدقائهم. يمكن في حالات هي ما قدراني انها تعطي. اليوم نحن عم يكون هذا ستريس وضغط على اكثر، عم نبخل بعواطفنا لابنائنا. خلينا نركز على نقطه اعطاء العاطفه، قديش هي اهم من المال، وقد هي اهم من الماده، وقديش هي بتبني شخصيه متوازنه للاطفال. للاسف اعطاء العاطفه للطفل عم تصير علنا. يعني شفت ماما كيف احبك، هذا الحب اللي عم بعطيك اياه اهم من مال الدنيا، هو بقلبه عم يقول لا والله اذا بتجيبي لي موبايل اهم لي من هالحضن. ليه؟ لانه دائما الحب اللي عم تعطيه الام او الاب مع عمم، بس بغالب الاوقات عم يكون من نيه، من نيه من نيه. عملت لك، ربيتك، سويت لك، قدمت لك، انا تحملت مشان قمت تماما، قطعت عن حالي وجبت لك اخر شيء مو عاجبك، مو الحق عليكي، الحق علي هيك، انا لازم اطلع على حق. شوفي بنت خالتك ما رضيت تشتري بالعيد، ما رضيت، وخدي بقى مسلسل المهتات، بتقولي انا من اول حافظته، يمكن بتعرفي تعيديه معاها تكرري وراها كثر ما انا حافظتي. فللاسف للاسف انه الاطفال صدقاً عم يعيشوا هذا الجو يومياً يومياً. يعني الطفل صار حافظ شو ممكن الأم يعني تقول أو تخبره. حتى منشوفها سكتشات صارت عم يعملوها ككوميديا إنه أي هلأ بدها تقول هيك الأم، وهلأ هيك بده يقول الأب. بشو نحن بالتمام بدنا نعطي؟ أنا بدي أعطي طفلي لما بدي أشوف إحتياجه، ما بيكفي تعطيه لأنك أنت شايفة إحتياجك. يعني بتقولي أنا لما كنت صغيرة أنا كنت بتمنى لو بابا بيتم يضمني، أنا كنت بتمنى لو ماما تتم تحطني بحضنها، لما كنت صغيرة كنت بتمنى. ما
مامتنا جنبي بالتخت، كنت بتمنى ابي ياخذني مشوار نطلع انا وياه لحالنا. شايفه هدول الاشياء؟ هدول انت بتتمنيهم، ولكن احتياج طفشه مو غاير. يمكن ابنك بحب يوم من الايام بضمن الاسره هو اليوم اللي يقود الاسره، يقول لك اي شيء بدكم اياه خبروني، انا اليوم بعطيكم مثلا المصروف، او انا اليوم بعطيكم، يكون هو مسؤول اقتصادي ضمن المنزل. يمكن بهذا اليوم طفلتك هي اللي حابه تطعميكم من ايديها، فخليها تتريس، خليها هي تصير الريسه ضمن البيت، وهي اليوم تطعميكم يا ستي وتحط سكر بالرز اليوم بدل الملح، ما في مشكله، بعينكم الله على هالاكله وناكل شيء مره مثل الصين. في اشياء بحاجة طفلي اكثر ما انا بقدر احتياجه. اما نحن بنقول بدي اعطي طفلي او ابني بدي اياه يكمل الشيء اللي انا ما كملته، هذا اكبر ظلم للطفل واكبر ظلم للابن. لما تقولي اني انا بدي ابني او بنتي يكملوا الشيء اللي انا ما قدرت اعمله، انت عم تكملي احلامك، عم تكملي باقي شخصيتك بابنائك اللي هن يمكن يكونوا مغايرين تماما حتى عن خطك. حتعتقدي انت لاحقين الدال ولاحقين الميم ولاحقين الالف اللي قبل الاسم. دائما هدول الالقاب اللي بعتقد ان هن اللي بيعطوا مكانه واحترام لطفلي لما بده يكون موجود، وليس عقله وليس انسانيته. هلا حتقولي لي انت حتعلمي ابنك هذا الشيء، بس نحن بمجتمع مو بكل هذا الناس بتطلع على هالانسانيه. تاكدي كل شخص على فطرته بيحترم انسانيه اللي قدامه، بغض النظر عن الديانه، عن التوجه الجغرافي او المكان الجغرافي، او حتى عن التوجهات الفكريه. بيحترم انسانيته لما انا بحترم. هلا انتم عم تسمعوني، انا بحترم هذا الانصات. هلا المشاهدين عم يسمعوا، عم يتقبلوا اختلاف وجهه نظري عنهم، انا بحترم هذا الاختلاف. فنحن بدنا ابنائنا احترموا اختلاف الاخرين عنكم، بنفس الوقت بحثوا عن شيء مشترك بيناتكم، ولو بدكم توصلوا للشيء المشترك هو انسانيتكم معهم. انت ماما معك قلمين رصاص، ممكن انت تعطي رفيقك بقلب المدرسه قلم يكتب فيه، نعم، ولكن بهذا الشيء انت تكون شاركته، ولكن بنفس الوقت كان تلاقيه معه اكثر او معه شيء ثاني، مو بالتالي ولا بالضروره هو يبادلك نفس الشيء. تمام، يعني بالختام الحديث يطول عن موضوع العلاقات الزوجيه والاختلافات يلي بتكون. بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. الاستشاره الاسريه هبه عرنوس. شكرا كثير لكم. شكرا لك.